انا عايزه ادخل في المنظومه الجديده على طول. لسه من ساعات قليله كان في مؤتمر لمجلس الوزراء، واحنا سعداء ان احنا حضرتك تكون على الهوا معانا، بنعرضه لاول مره، بنعرض تفاصيل، وهنشوف كمان لقطات من المؤتمر الصحفي ده. ده امبارح كان، لا امبارح كان في المؤتمر مجلس النهارده، الوزراء، والنهارده كان في النهارده كان في مؤتمر مجلس افتتاح الوزراء، كان القرار كان توقيع، بالامس، النهارده هذا المؤتمر توقيع الصحفي، تأسيس الشركة. توقيع تأسيس الشركه القابضه للنظافه والاعلان عن موافقه المساهمة مجلس للنظافة. المساهمه للنظافه والاعلان عن مجلس موافقه مجلس الوزراء. هستسمحك قبل ما نتكلم في تحت أمرك، التفاصيل نشوف تحت مع أمرك. بعض التقرير ده اتفضلي للمؤتمر اتفضلي. الصحفي العقد ده منذ ساعات، ونرجع نسأل كل الأسئلة دلوقتي اللي المواطنين، على فكرة المواطن نفسه في الشارع عارف إن الشركات الأجنبية عقودها بتنتهي ايوه أو في منها انتهت، بالظبط. فعايز يعرف ماذا بعد، وهل الشركة القابضة المساهمة هتكون للنظافة الجديدة، للنظافة هتكون صناعة بديلة وطنية للتعامل مع القمامة، ولا هيفضل دايما عندي باب موارب كده لاحتمالية دخول شركات أجنبية. نشوف مع بعض هذا التقرير. أهم حاجة علشان هذه الشركات تقدر تقف على رجليها، تقدر تأدي الخدمة، أن يكون هناك إطار تشريعي واضح، أن تكون هناك وضوح في حزمة الحوافز اللي هتقدم، وأن يكون هناك واضح مصادر التمويل هتيجي منين، وفي ضمانة أو استدامة مالية. قانون يتحدث عن جميع أنواع المخلفات، إحنا لا نتحدث عن نوع واحد بس، ولكن إحنا بنحط إطار لجميع المخلفات اللي موجودة في مصر، وهذا هو السبب أن هذه الدراسات والتنسيقات خدت وقت. مراحل التنفيذ كالآتي يا فندم، احنا هنبدأ بمرحلة أولى فيها عدة محافظات، أربعة منهم، اتنين في الوجه البحري واتنين في الوجه القبلي، بالإضافة للقاهرة والإسكندرية، هم دول هيبقوا المرحلة الأولى. احنا بنفكر في محافظتين تانيين لسه بندرسهم، في أربعة منهم المكون الاستثماري بتاعهم والمكون الاستشاري والفني موجود، اللي هي المحافظات اللي شغالة فيها وزارة البيئة دلوقتي من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة اللي احنا بنعمله مع الاتحاد الأوروبي والحكومة ألمانيا والحكومة السويسرية، وبالتالي هذا الاستثمار موجود ويجب ان احنا نستغله علشان نعمل التجربة دي، وبالتالي احنا شغالين بنظام المراحل المتعاقبة بشكل تراكمي حيث نقدر ان احنا نغطي مصر في خلال 5 سنين. الاستراتيجيات الاساسية في الشركة دي او في المنظومة دي هي ان احنا نحل الاسباب الرئيسية لفشل المنظومة اصلا، اللي هي انه جميع المتعاملين في المنظومة دي يجب ان هم يحققوا ربح، فجميع القمامة او اللي بيعملوا لها اعادة تدوير يجب ان هم يحققوا ارباح معينة، فكان العملية كلها انه ازاي نضمن ان دول يحققوا ارباح. عشان دول يحققوا ارباح لازم يتم تأسيس شركة ليها فاندنج واضح، يعني ليها اسس تمويل واضحة بحيث ان هي ما تتعثرش بعد سنة او سنتين، وان الشركة نفسها يبقى ليها اليات وعندها قانون بيؤهلها من اداء اعمالها بشكل واضح. بعتبر النهاردة بداية بعد شهور زي ما الدكتور خالد فهمي قال، شهور من المباحثات والمناقشات تمت على أعلى مستوى، ودي إن شاء الله حاجة مبشرة بالخير إن احنا في مصر هنلاقي منظومة لإدارة المخلفات تشمل كافة المراحل، فيها جانب علمي، في جانب بحث وتطوير، لأن احنا لازم المصانع اللي احنا عملناها دلوقتي دي اللي احنا قبل كده لما نيجي نشتغل في المنظومة الجديدة لازم نطور بأساليب وناخد الـ يعني كل ما هو في العالم جديد في هذا الموضوع عشان تنعكس على الأداء، وبالتالي يعني الدنيا هتبقى أحسن كتير.